يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، نبي رب العالمين، الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما. ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم. في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من عام الفيل سنة 571 للميلاد، حدث في الأرض أمر عظيم، أمر جلل، رجمت فيه الشياطين وحرست فيه السماء. قيل أنه سقطت 14 شرفة من إيوان كسرى وانطفأت نار المجوس. يقول حسان بن ثابت: كنت صبيا في المدينة، وتسمى قديما يثرب، يقول: كنت ألعب مع الصبيان لكنني أعقل. يقول: في هذا اليوم نادى يهودي على أطم من الآطام: يا معشر يهود، يا معشر يهود. يقول: فاجتمع اليهود حوله، قالوا: ما الخبر؟ قال: ظهر اليوم نجم أحمد، ظهر اليوم نجم أحمد. نعم، سيحصل الآن أمر غريب، أعظم ولادة في تاريخ البشرية. إنه ميلاد من؟ إنه يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أذن الله أن ترحم البشرية به. أعظم ميلاد ميلاده، وأسهل ولادة كانت ولادته، لما ولد محمد في ذلك اليوم. تقول أمه آمنة: لقد أضاء نور إلى السماء، رأيت في ذلك النور قصور الشام، كأن دولته وأمته ستمتد إلى الشام، رأتها أمه في ذلك اليوم. أي لحظة تلك التي تمر فيها البشرية، أي سعادة أرسلها الله للكون بولادة أحمد عليه الصلاة والسلام، أي نور سطع في كون ذلك الزمان بولادة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر، يوم ولد محمد ذلك اليوم هو اليوم السعيد. سمع بالخبر بعد ولادته من؟ وهو يولد برعاية الرب عز وجل وبعناية الله جل وعلا، ويصنعه الله على عينه. ولد محفوظا، ولد معصوما، ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سمع بالخبر جده عبد المطلب، فأسرع وهو يسمع صوت الطفل الذي ولد للتو، النور الذي خرج للبشرية، فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب الذي مات أبوه قبل أن يولد. فإذا بالطفل يعطى لجده عبد المطلب فيأخذه ويشمه شمة ويقبله، ثم يسرع به إلى البيت، يطوف به. يطوف بمن؟ يطوف بالطاهر المطهر، يطوف بالمصطفى عليه صلوات الله وسلامه، الذي تصلي عليه الملائكة في السماء، الذي يصلي عليه الرب عز وجل. فإذا بعبد المطلب يحمل هذا الطفل يطوف به حول البيت، ويدخله داخل البيت فرحا مسرورا سعيدا مستبشرا بهذا الطفل الذي ولد، ثم رجع به مرة أخرى ليدفعه إلى أمه آمنة، التي فرحت فرحا عظيما بميلاد ذلك الطفل الرضيع.
إذا به يدفعه إلى أمه آمنة وهو يقول لها: سميته محمدا، سميته محمدا. فيا لسعادة البشرية في ذلك اليوم. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء، الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد الحبيب محمد، ولد النبي محمد، فإذا الدنا خبر أضاء في مولد الهادي البشير. كم عم في الكون السرور، في مولد الهادي البشير كم عم في الكون السرور. قد أطفئت نار، قد أطفئت نار وراح، يشع في الآفاق نور. الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء، الأرض فاضت بالضياء لما أتى خبر السماء. ولد النبي محمد. بدأ البحث عمن يرضع محمداً صلى الله عليه وآله وسلم. وكان في تلك الفترة نسوة من بني سعد بن بكر جئنا إلى مكة يبحثن عمن يرضعنه، وكان في الجمع امرأة اسمها حليمة السعدية، وكانت قد ركبت أتاناً لها حمار، وكانت السنة سنة قحط وجذب، سنة لم تمر عليهم مثلها، حتى أن حليمة وزوجها الحارث ابن عبد العزة كان معها ولهما طفل صغير للتو مولود. تقول حليمة: لم يكن في ثديي ما يشبع طفلي، كيف تبحث عمن ترضعه؟ تقول: حتى أن طفلي كان يبكي الليل كله، فلم نكن ننام الليل من شدة بكائه من الجوع، هذا طفلها، فكيف تبحث عمن ترضعه؟ تقول: حتى وصلنا إلى مكة، تقول: فما منا من امرأة إلا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترضعه، فرفضنا جميعا. لما؟ لما علمنا أنه يتيم، وماذا نصنع بطفل يتيم ليس له أب؟ وماذا يصنع جده؟ وماذا تنفع أمه؟ تقول: تركناه جميعنا وبحثنا عمن نرضع، فكل واحدة من صاحباتي وجدت من ترضعه وذهبت به، وبقيت أنا لم أجد أحدا، فقد كانت هزيلة ضعيفة حليمة. تقول: فقلت لزوجي: والله إني أكره أن أرجع إلى صاحباتي بغير طفل أرضعه، والله لأرجعن إلى اليتيم فأخذه. فقال زوجي الحارث: قال: افعلي فلعل الله أن يجعل فيه بركة. تقول: فأخذت محمدا وإني لكارهة لكني لم أجد غيره. تقول: فأخذته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: فرجعت إلى رحلي ألتحق بالقافلة بالصحبة لأرجع إلى بلدي. تقول: فما إن وضعته في حجري إلا وأقبل ثدي فشرب حتى روي. تقول: فألقمته لمن؟ لأخيه الطفل الجائع. تقول: فشرب حتى روي أخوه. تقول: فنام ولم يكن ابني قد نام منذ أيام. تقول: فلما أصبحنا قال زوجي: إن النسمة التي أخذتيها فيها بركة. فقالت حليمة: إني لأرجو الله ذلك. تقول: حتى الشاة التي كانت معنا ليس فيها قطرة من لبن. تقول: قد امتلأ ضرعها، ضرع شاتها. تقول: حتى الأتان الحمار الذي أركبه، تقول: أسرع حتى قال النسوة لحليمة:
أربعي علينا يا حليمة. أين الحمار الذي جئت به؟ وين الحمار الذي جئت به إلى مكة؟ قالت إنه هو. فقال النسوة: والله إن لهذا الحمار شأنا. القضية ليست الحمار ولا الشاة ولا اللبن، إنه أفضل من خلق الله جل وعلا، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما حل مكانا إلا وبورك فيه. تقول: فسرنا أياما حتى وصلنا إلى بلادنا، بلاد سعد بن بكر. تقول: فلما وصلنا بلادنا وكانت سنة جدباء شهباء، قد القحط أكل الأخضر كله ولم يبق لنا لبنا ولا ضرعا ولا طعاما. تقول: فما إن وصل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى امتلأت شياهنا لبنا فصارت شباعا، وكنا نسرح بها كل يوم وترجع قد امتلأت، فنحلب ونشرب وأرضع أبنائي ولا ينقصنا شيء. أما جيراني، تقول جيراني، فكانت شياههم جياعا حتى أنهم ينظرون إلي فيقول بعضهم لبعض: سرحوا غنمكم مع غنم بنت أبي ذؤيب، يقصدون حليمة. يقول تقول حليمة: فإنهم ليسرحون الغنم مع غنمي فترجع غنمي شباعا وأغنامهم جياعا. هذا اللبن ليس لحليمة، هذا اللبن ليس لهذه الشياه، هذا اللبن ليس لهذا المكان، إنما هو ببركة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: مرت علينا سنتان من الخير والبركة لم نر مثلها. وبعد أن تم فصاله سنتان، تقول: اضطررت أن أرجعه إلى أمه وإني لكارهة، مات بترجع لأمه. تقول: فلما أرجعته إلى أمه آمنة وأوصلته إليها، قالت: قلت لأمه: ابقيه عندنا فإني أخاف عليه مرض مكة وأمراض مكة. فلم ترضى أمه فألححت عليها حتى قبلت. تقول: فأرجعته أريد بركته، وأحبته حليمة. تقول: فلما رجع عندنا وكان يلعب مع أخيه، فجأة جاء رجلان يلبسان ثيابا بيضا، فخاف أخو محمد في الرضاع فأسرع إلى أمه حليمة يناديها. تقول: فرجعنا فإذا بمحمد قد أمسكه رجلان يلبسان ثيابا بيضا، ليس برجلين، إنهما ملكان. تقول: فأمسكاه واضطجعاه على الأرض وشق صدره وأخرج قلبه وغسلاؤه بماء في طست، ثم أرجعاه مكانه وإذا بصدره مرة أخرى يلتئم. تقول حليمة: فلما وصلنا إليه نظرنا إليه قد انتقع لونه، تغير وجهه. تقول: فضممته وأرجعته إلى الخباء وإني عليه لخائف. لما رأت حليمة أم النبي بالرضاع ما حصل لهذا الغلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم من شق صدره، خافت، وخاف زوجها. فقال لها زوجها: أبو النبي بالرضاع، قال: قد علمت ما أصابه، وربما يظهر عليه أمر يضره، فأرجعيه وألحقيه بأهله. فأسرعت حليمة بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمه آمنة، فدخلت عليها فقالت: آمنة، ما الذي جاء بك؟ قالت: قد بلغ الله بابني وأديت الذي علي وخفت عليه الأحداث فجئتك به كما تحبين. قالت أمه: قد كنت حريصة عليه يا حليمة؟ قالت: نعم. قالت: هناك أمر آخر فأخبريني. فلم تزل بها حتى أخبرتها حليمة بحادثة شق الصدر. فقالت أمه: ما خافت؟ قالت أم النبي لحليمة: أخشيت عليه الشيطان؟ خفت عليه من الشيطان؟ قالت: نعم والله خفت عليه. فقالت آمنة بكل ثقة: قالت: ما للشيطان عليه من سبيل، ما للشيطان عليه من سبيل، إنه سيكون لابني هذا شأن عظيم. ثم قالت لها: هل تريدين أن أخبرك بخبره؟ قالت: أخبريني. قالت: رأيت حين حملت به خرج نور أضاء لي قصور بصرى بالشام،
ولم أرى ولم أسمع بحمل أسهل من حملي به. سيكون لهذا الغلام شأن عظيم، عاش نبينا في حضن أمه وكنفها ورعايتها حتى بلغ 6 سنين. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كنف وحضن أمه آمنة حتى إذا بلغ 6 سنين أرادت أمه أن تفرحه، فذهبت به إلى أخواله بني عدي بن النجار في المدينة. سافرت به من مكة إلى المدينة وعمره 6 سنين. ما أجمل هذا الغلام وما أحلاه، حياته سعادة، يذهب إلى أخواله فيرونه، ما أجمل هذا النور الذي يخرج من هذا الوجه الصغير. بعد أن فرح الغلام بأخواله رآهم ورأوه وفرحوا به، أرادت أمه أن ترجع به مرة أخرى إلى مكة. خرجوا من المدينة وفي الطريق في منطقة اسمها الأبواء، تعبت أمه ومرضت، وفي تلك اللحظات قبض الله عز وجل روحها. والغلام صغير لكنه يعقل، لم ير أباه، أبوه مات قبل ولادته، أما أمه فقد فجع بها وهو غلام لم يتجاوز 6 من العمر. أمه تموت أمام عينيه، أمه تدفن بالأبواء. يا الله، من له في هذه الدنيا؟ أبوه فارق الدنيا قبل أن يولد، وأمه تفارق الدنيا وعمره 6 سنين. أي مصيبة ألمت بهذا الغلام الصغير؟ أي كارثة حلت به؟ فقد والديه وهو في هذا العمر. يا الله، كيف كان يشعر بأبي هو وأمي وهو في هذا السن؟ الرب عز وجل يرعاه والرب عز وجل يحفظه، لكن الألم شديد والمصيبة كبرى. دفنت أمه، فيا الله أي حزن خيم على ذلك القلب الصغير. ثم أخذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وأرجع إلى مكة فاقدا لوالديه. بعد وفاة أمه عليه الصلاة والسلام تكفل به جده وعمره 6 سنين. جده عبد المطلب بن هاشم سيد مكة يتكفل بمحمد ذو 6 سنوات ويجعله مع أبنائه البقية أعمام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت لعبد المطلب عادة كل يوم إذا بدأ الظل في الكعبة كان أبناؤه أعمام النبي أبناء عبد المطلب كانوا يفرشون له سجادة في ظل الكعبة، لكن لا يتجرأ أحد أن يجلس عليها حتى يأتي عبد المطلب، فإذا جلس جلس أبناؤه حوله احتراما له. إلا ما كان من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو صبي صغير، كان يأتي قبل أعمامه ويجلس على السجادة قبل أن يجلس جده عليها عبد المطلب، فكان أعمامه يحاولون منعه وإبعاده عن السجادة، لكن عبد المطلب ما كان يرضى وكان يقول لأبنائه دعوه دعوه، فإن لهذا الغلام شأن عظيم فإن لهذا الغلام شأن عظيم. فكان يقرب محمدا وهو غلام صغير 6 سنوات، يقربه إليه فيمسح رأسه ويمسح ظهره، هكذا كان يحبه عبد المطلب. لكن لم يظل النبي عنده إلا 2 سنين، فلما بلغ 8 سنين توفى الله عز وجل عبد المطلب. أيضا فجع النبي بجده، لم ير أباه وفجع بأمه والآن بجده عبد المطلب، فتكفل به عمه أبو طالب. عبد المطلب كان قد تولى كفالة ورعاية زمزم،
فلما توفي عبد المطلب تولى رعاية والإشراف على زمزم ابنه العباس، وظل آل العباس إلى يومنا هذا هم الذين يشرفون على زمزم وشؤونها. ظل نبينا عليه الصلاة والسلام في رعاية عمه أبي طالب إلى أن شب وكبر. ظل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رعاية وعناية عمه أبي طالب، وكان أبو طالب يحبه من بين أبنائه ورعاه رعاية كبيرة، حتى أنه كان يعلمه ويدربه منذ الصغر على التجارة. ولما قرر أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يذهب إلى تجارة إلى الشام، أخذ محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وكان عمره 12 عاما. سارت القافلة إلى الشام ووصلت إلى منطقة تسمى بصرى في الشام. فلما وصلت تلك القافلة كان هناك دير لراهب، وما كان يخرج من ديره، كان يتفرغ للعبادة، لكنه لما رأى تلك القافلة خرج وذهب إلى تلك القافلة يترقبها وينظر إليها، حتى وصل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان غلاما 12 سنة، فنظر بين كتفيه فوجد علامة، فتأكد الراهب فسأل من الوصي على هذا الغلام، فدل على أبي طالب. قال من أنت؟ قال أنا أبوه. فقال الراهب لا، ما كان لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال إنه ابن أخي. قال الآن صدقت، الآن صدقت. قال وما تقول؟ قال ما من حجر ولا شجر مررتم عليها في طريقكم إلا خروا سجدا، وما كانوا يسجدون إلا لمرور نبي. ثم قال وقد رأيت علاماته، هذا سيكون سيدا للعالمين، هذا سيكون رحمة للعالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأكرمهم ذلك الراهب وضيفهم، ما كان يفعلها لأي قافلة تمر. ثم بعد أن أكرمهم سأل أبا طالب أين ستذهبون به بهذا الغلام؟ قال إلى تلك المناطق نبيع ونشتري تجارة. فقال له الراهب لا تفعل، لا تفعل، فإني لا آمن عليه، إن علم أحد بأمره سيكيدون له شرا. قال وماذا أصنع؟ قال إني ناصح لكم أن ترجعوا بهذا الغلام إلى مكة ولا تذهبوا به إلى تلك الأماكن. وأخذ أبو طالب بنصيحة هذا الراهب واسمه بحيرة، وأرجع محمدا صلى الله عليه وآله وسلم برفقة بعض الرجال أمنهم، ثم رجعوا به إلى مكة آمنا سالما حتى لا يصاب بأذى. هكذا بدأت علامات محمد صلى الله عليه وآله وسلم تظهر للناس، وبدأت الأمور تتكشف شيئا فشيئا، فهو يكبر لكن لا كغيره من أقرانه. لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم 20 من العمر حصل في قريش معركة
وسبب هذه المعركة أن قريش وكنانة وهي في طرف، رجل منهم قتل بعض الرجال من قبيلة تسمى قيس عيلان، فحصل بينهم معركة في عكاظ، وثارت المعركة وحصد كل من الفريقين قتلى من الآخر، وكان النبي في العشرين من عمره وقد شارك في هذه المعركة، وكان يجهز النبل لأعمامه، وثارت هذه المعركة حتى كثر القتلى من الطرفين، والمصيبة أن المعركة حصلت في الأشهر الحرم، ولهذا سميت هذه المعركة معركة الفجار، فقد فجر الناس فيها وقاتلوا في الأشهر الحرم التي كانوا يحرمون فيها القتال، حتى إذا قرب النهار على الانتهاء اتفق الطرفان على أن يوقفوا القتال ويحسب القتلى من الطرفين، فإذا كان قتل أحد الفريقين أكثر أعطاهم الفريق الآخر دية ليسددوا ثمن قتلاهم. هذه معركة سميت معركة الفجار. بعد هذه المعركة حصل أمر أيضا في مكة، جاء رجل من زبيد ببضاعة إلى الحرم يبيعها، فاشتراها منه رجل اسمه العاص ابن وائل السهمي، فلما اشترى البضاعة لم يعطه الثمن، حاول به فلم يعطه، فذهب إلى الناس يريد من ينصره ومن يعينه على أخذ ثمن هذه البضاعة، فلم يعطه أحد أي قوة يستنصر بها على من ظلمه وهو العاص بن وائل، فذهب الرجل المظلوم الزبيدي إلى جبل أبي قبيس فعلاه وصرخ بأعلى صوته وقال شعرا يستنصر الناس، فسمعه من؟ الزبير ابن عبد المطلب. قال مالك؟ فأخبره بالخبر، فصرخ الزبير قال أيها الناس ما بالكم، رجل يأتي إلى الحرم وتأخذون أمواله ويظلم ولا ينصره أحد منكم؟ فتداعى الأشراف، أشراف القبائل، بعد معركة الفجار وبعد ما حصل من ظلم هذا الرجل تداعى الأشراف من قريش، أشراف القبائل من بني هاشم وبني عبد المطلب وزهرة وتيم وغيرهم من الأشراف، تداعوا إلى حلف سمي حلف الفضول، عقد في بيت عبد الله ابن جدعان، وهذا رجل شريف سيد من السادات، وكان بين الحاضرين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يحضر لأنه الصادق الأمين، يحضر لأن الناس تحب كلامه ومنطقه، يحضر لأنه أهل لأن يحضر مثل هذا الحلف. وأي حلف تعاقدوا عليه؟ تعاقدوا على أنه لا يأتي إلى الحرم مظلوم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهلها، إلا وانتصرت له مكة، قريش وقبائلها تنتصر للمظلوم ممن كان، سواء كان من أهل قريش أو من غير أهل قريش. وهكذا يقول النبي عن هذا الحلف الذي كان من أعظم الأحلاف في ذلك الزمان، بل لم يكن أحد من العرب يفكر في حلف مثل هذا، يقول لقد دعيت إلى حلف في دار عبد الله بن جدعان، يقول ما أحب أن يكون لي به حمر النعم، لو أعطيت بدل حضور هذا الحلف أموال كثيرة جدا ما رضيت وما قبلت. ثم قال عليه الصلاة والسلام لو دعيت إليه في الإسلام لقبلت، أي أقبل حضور أي حلف ممن كان إذا كان لنصرة المظلوم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يهتم بالمظلوم ولا يبالي بمن يدعو لنصرة المظلوم، سواء كان مسلما أو غير مسلم، المهم أن ينصر المظلوم. فانتشر بين القبائل وانتشر بين العرب أن هذا الحرم حرم، وأن أهل مكة سيقومون مع المظلوم وينصرونه مهما كان، سواء كان منهم أو كان من غيرهم. وهكذا ارتفعت مكانة قريش وقبائلها، وارتفعت مكانة ساداتها وأشرافها بين القبائل، أي أنها تنصر المظلوم. عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عاش يتيما في بدايته فآواه الرب عز وجل، كان لا يملك شيئا من المال، وكان يرعى الغنم، وما من نبي إلا رعى الغنم،
كان يرعى الغنم ويعطى قراريط يأكل منها عليه الصلاة والسلام. لما كبر شيئا ما بدأ يعمل بالتجارة وحصل على بعض الأموال يعمل فيها، فأغناه الرب عز وجل، حفظه الرب في صغره. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا ووجدك عائلا فأغنى. حفظه الرب عز وجل في صغره، كان يتيما فآواه الرب وحفظه، وكان عائلا فقيرا فأغناه ربنا جل وعلا. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام، هديا يضيء دروبهم وكأنه بدر السماء. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم. لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهيم، والله جل جلاله صلى عليه وسلم، صلى عليه وسلم.